دو يستعد للكرة القادمة. فرصة يمنية، عرضي على مستوى القائمة الثانية، هذه خطيرة بالراس، فرصة لازالت خطيرة، خروج الحارس، تسديدة قوية في المرمى، في المرمى. اليمن السعيد يعدل النتيجة عن طريق عمر عبد الله الداهي. الداهي يعدل النتيجة 1-1 يا سادة. التعادل يأتي، اليمن لا يستسلم، اليمن لا يهدأ. ردة فعل قوية جدا للمنتخب اليمني في تعديل النتيجة من أجل معركة الصدارة. عبد الله الداهي هو اللي جاب الجول، هو اللي سجل الهدف، وهو من سجل في المباراة الأولى للمنتخب اليمني. هذا هو الرقم 9، النجم عمر عبد الله الداهي يصل إلى الشباك ويعدل النتيجة.